من رئيس سد النهضة من عارف أنه هو بالتأكيد هيحصل فيه عجز للمية بحوالي 18 مليار متر مكعب من المية دي وهتتمنع بيها، زائد أكتر من 35% من الطاقة الكهربائية هتفقدها مصر. إذا ده سد النهضة ده كارثة على مصر، وإحنا للأسف السلطات نايمة ولا زالت نايمة ولا بيعملوا حاجة ويبنوه، ما فيش حد بيعمل أي حاجة، يعني الكارثة خلاص، إحنا في الكارثة موجودة. هو أنا مش موافق عليه، بس يعني وبرضه في نفس الوقت أكيد أثيوبيا عايزة تعمل عندها نهضة وعايزة تطور عندها مشروعات تنموية زراعية أو كده، فأنا مش ضد إن هم يعملوا سدود عندهم، بس بما لا يؤثر على حصة مصر في المية. أنا رأيي إن سد النهضة ده هو طبعًا كان بيتأسس له من زمان، فالموضوع مش النهاردة، مش حاجة جديدة، كان المفروض يتعمل حسابه من قبل كده. طبعًا إحنا مصر اتلخمت في موضوع الثورة بقالنا سنتين، وهم استغلوا النقطة ديت وابتدوا يحفروا ويظبطوا، خد بال حضرتك، فهو المفروض إنه يتعمل حاجة دولية، يعني زي محاكم دولية احنا نلجأ لها، ان الكلام ده فيه حاجة مياه اقليمية بتخص مصر دلوقتي، ده فيه حد هيجور علينا حتى لو كان جار. انا موافق عليه، لان سد النهضة ده معمول بشكل هندسي، مش معمول ان هو يمنع المية، ممنوع ان هو يتولد الكهرباء بس، فمعمول فوق هضبة، فالهضبة دي بتنزل المية بتولد كهرباء، فالمية تنزل زي ما هي، مش هتقل ولا تزيد، وكده كده المية هتجيب نفس النسبة. يعني كل الفنيين اللي اتكلموا في الموضوع ده قال لك ده مشروع هندسي، مش مشروع لوقف المية، لا مشروع لتوليد الكهرباء. وبعدين في اتفاقات دولية بينها هتبقى في معاهدة واتفاقيات، ونسبة المية اللي هتوصل لنا لازم توصل لنا كاملة. أي حاجة تأثر علينا مش موافق عليها، أثر على البلد عموما مش موافق عليها. لا طبعا مش موافق عليه، لأن هيضر مصر كتير، يعني أول سنة من عمايله هيضر بنسبة، تاني سنة النسبة هتتضاعف، تالت سنة النسبة هتتضاعف، وهيبقى في مشاكل ما بين الكهرباء السد العالي، وفي مشاكل في الزراعه. احنا لغايه دلوقتي الزراعه بتبور، ومش حال بقى السد النهضه هيعمل لنا ايه. بالنسبه لسد النهضه ما شاء الله، يعني الاسم يوحي بكل حاجه غلط في غلط. السد طبعا احنا لو اتكلمنا عن فيه حقوق، اصلا الحقوق المصريه اصلا احنا لينا حق على دول المبنى ديت، اصلا ما تبنيش سد، ده طبيعي اصلا. فان هو بيعمله الرئيس ده، انا مش عارف ازاي اصلا الرئيس يبقى موجود هناك بعد كده يرجع بعديها بيوم. شكرا، احنا بنقول الله يرحمك يا سادات دلوقتي بصراحه، يعني قال كلمه الناس دي، يعني فعلا التهديد العسكري بيجيب نتيجه. التدخل العسكري ده خير اخير خالص، بيبقى كل الـ الهيئات والجهات اللي بتتحرك، مصر بتتحرك على كافه الاصعده، على المستوى العربي، على المستوى الافريقي، على مستوى الامم المتحده، ما فيش خيار خالص، بيبقى اخر خيار خالص موضوع الحل العسكري ده، يعني عشان يعني ما نورطش نفسنا في حروب وحاجات ما ومشاكل، واحنا اصلا البلد كده كده يعني وقع. اخر حل دوت هو التدخل العسكري، هو ممكن يكون بس اخر مرحله، يعني بعد مرحله التفاوض، وبعدين تلجا للمحكمه الدوليه، تلجا للامم المتحده. تعامل الرئاسه عموما ورئاسه الوزراء تعامل بطيء جدا جدا جدا، سواء من الحكومه الحاليه او من الرئيس الحالي او حكومته والرئيس اللي فات، طبعا نايمين في العسل يعني باختصار شديد يعني.